وهو عن الصناع بقى والتجار عايزين يخلوا الأوكازيون في يناير اللي جاي. بما ان الاسعار يعني بقت رهيبه جدا جدا يعني، والملابس الشتويه احنا عرفنا يعني وعارفين اسعارها وصلت لحد كام دلوقتي، زادت الضعف وفي بعض الاماكن زودتها الضعفين. الشباب والبنات يعملوا ايه بقى؟ هيلبسوا منين وهم رايحين الجامعه والكليات، او الستات يعني هيروحوا للشغل ازاي؟ عامه اننا كمصريين كمان بنستنى الاوكازيون تحديدا علشان نشتري فيه الملابس زي العيد كده. فالجمعيه جمعيه منتجي ومصنعي الملابس بيطالبوا ان الاوكازيون يبقى في يناير، ما يتاخرش عن يناير علشان كمان يحصل عمليه رواج. الناس فعلا ما بتنزلش تشتري حاجه، الناس معهاش فلوس انها تنزل تشتري، فوبالتالي في حاله من الكساد في الاسواق. علشان يقدروا يعوضوا ده هما بيطالبوا ان الاوكازيون يبقى بدري شويتين ثلاثه. بس اتمنى انه ما يحصلش الاوكازيون كده زي البلاك فرايداي اللي احنا شفناه وتابعناه وانتوا تابعتوه معانا هنا في تقاريرنا اللي نزلنا وصورنا فيها يعني، وعلى عينك يا تاجر زي ما بيقولوا، وكانت السعر يتضرب في اثنين ثلاثه ويرجع السعر مره ثانيه مضروب في اثنين ويتقال لك ده اوكازيون. طالما انتوا بتطالبوا بالاوكازيون ان يكون في اوكازيون حقيقي في يناير، اعملوه بجد علشان فعلا تلاقوا ناس تشتري، فعلا تلاقوا ناس تقدر تشتري وتنزل تجيب ملابس ليها. لكن لان هتعلوا الاسعار هيحصل يعني ممكن نقول ايه، محدش هينزل يشتري، بس هي دي الحكايه ببساطه جدا. وده الخبر اللي معايا. طيب احنا معانا حد يا شباب؟ طيب احنا معانا استاذ يحيى الزناريري رئيس جمعيه منتجي ومصنعي الملابس الجاهزه. الاول يعني بعد التحيه طمنا على الاوكازيونات، وهل يعني هنحس بانخفاض حقيقي في الاسعار ولا هنتفاجئ يعني زي البلاك فرايداي كده اللي احنا تابعناه قبل كده؟ الحقيقه انه من غير اللائق ان يروج ان الاوكازيون وهمي. الأوكازيون دي عملية اقتصادية بتراقبها وزارة التموين وبتمقى لقوانين محددة، وعلى مدى عشرات السنين استفاد الشعب المصري من الأوكازيون. إذا كان هناك بعض الاختلاف أو بعض التجار اللي هم ما بيرعوش ضميرهم، لكن ده موجود في كل القطاعات. أنا مقدرة طبعًا إن أنت رئيس جمعية منتجي ومصنعي، بس ما تنكرش إن في تجار بيرفعوا السعر الدبل ويرجعوا ينزلوا تاني بنفس السعر ويغيروا بس التيكت. بيحصل ولا ما بيحصلش؟ حاجات نادرة جدًا، ومش في مش في الأماكن العامة يعني زي شارع فؤاد أو شارع أو التحرير أو الأماكن التجارية. لانه السعر معروف، الست المصريه بتبقى قبل ما تشتري في الاوكازيون بتبقى لفه وفره وعارفه السعر القديم وعارفه هتروح تشتري ايه، ومش معقول يعني تاجر محترم او محل كبير هيحط سعرين ويحط نفسه في هذا الموقف. الاوكازيون هو حصل عامه وتم رصد بعض الحاجات وتحوله للنيابه، بس يعني خلينا بعيد عن الجزء ده، هل هيكون في اوكازيون حقيقي في يناير زي ما انتم بتطالبوا؟ يعني ارجو ان اشيل كلمه حقيقي دي من الكلام. الاوكازيون حقيقي بطبعه، مفيش حقيقي وغير حقيقي. اذا كان بعد لا هو والله هو في، صدقني لو انتوا ما بتسمعوش حتى كرئيس جمعيه المنتجي والمصنعي ما بتسمعوش كلام الناس وما بتسمعوش اللي بيقال في الشارع، فواجبنا هنا ان احنا نقوله لكم. مش عايزين تصدقوه، ده يعني تبقى وجهه نظركم، وما اعتقدش انه هيحصل رواج فعلا حتى لو كان في اوكازيون. الناس معهاش يعني فلوس انها تنزل تشتري، محتاجه يبقى فعلا في اوكازيون حقيقي عشان ينزلوا يشتروا فعلا. ارجو ان سيادتك تدي صوره ورديه اكتر لهذا الموضوع. انا بدي الصوره الحقيقيه يا فندم. في ازمه وسعر غالي جدا، ينزلوا يشوفوا دلوقتي. سبب تراجع المبيعات السنه دي ايه في وجهه نظرك؟ اوكازيون مفيش مشكله، واذا كان في مخالفات زي كده في وزاره التموين في اتحاد الغرف التجاريه يبلغوا عن اي تاجر. بلغوا فعلا وحصل تحقيق في دوت، واحنا كان معانا كمان على الهواء. بس انا عايزه اسالك سؤال، بترجع اسباب التراجع في عمليه الشراء والرواج لايه؟ يا استاذ يحيى، التراجع لاسباب الشراء هو شيء طبيعي جدا، اللي هو ضعف القوه الشرائيه للمستهلك المصري.
ارتفاع الأسعار مش في الملابس بس، في كافة مكونات الحياة المصرية من مأكل وملبس وإلى آخره. المستهلك المصري قوته الشرائية ضعفت كثيرا، وبالتالي كمان أسعار الملابس ارتفعت، فقدرتها الشرائية قلت، الشرائية قلت، وده شيء منطقي. وإحنا عشان كده عندك نسبة بارتفاع الأسعار الملابس الشتوية قد إيه؟ نعم، عندك رقم أو نسبة بارتفاع أسعار الملابس الشتوية قد إيه عن السنة اللي فاتت؟ في ملابس محل إنتاج محلي، وفي ملابس مستوردة. المستوردة زادت فعلا إلى 100%، لأنه هي دي نسبة ارتفاع الدولار الطبيعي. في الإنتاج المحلي الحقيقة حاولنا نخفض التكلفة إلى قدر ممكن، بقت حوالي 50%. وفي الأوكازيون هتنزل الأسعار دي قطعا. واحنا عاملين الاوكازيون مش للترويج فقط، الاوكازيون انه من مصلحه التاجر والصانع التخلص من هذه البضاعه قبل انتهاء الشتاء، لانه لو ما بعناهاش في الشتاء مش هنبيعها في الصيف. فدي ناحيه اقتصاديه مهمه جدا، فلازم نبيع نبيع، ولازم نخصم، ولازم في حالات معينه نخصم اكثر. يعني حتى في اثناء الاوكازيون اذا بعض البضاعه ما استجابتش بالنسبه المقرره ممكن نزود نسبه خصم اكثر. فأرجو يكون في صورة وردية للناس ينزلوا يشوفوا من ده. اعملوها طيب واحنا هنذاعها، ما تقلقش، اعملوا الصورة الوردية واحنا هنذاعها لكم على الهواء. سؤال أخير، الأوكازيون فعلا هيبقى في يناير؟ ألو، أيوة أستاذ يحيى، الأوكازيون هيبقى في يناير، أخدتوا موافقة خلاص ولا لسه؟ في أوكازيون، الأوكازيون الرسمي في أوكازيون الدولة ده بيبقى ليه محدد، ميعاد محدد. لكن بصفة خاصة كل ما تاجر له الحق انه يعمل اوكازيون في اي وقت اذا اخذ وزاره التموين. التجار في اغلب المحلات لحاله الكساد هتبتدي قبل كمان، لكن احنا بنطالب ان الاوكازيون الرسمي اللي تقيمه الدوله اللي يكون بدل فبراير اللي هو كان بيحدد كل سنه في اول اسبوع من فبراير، انه يكون السنه دي في منتصف يناير. لكن هو في نفس الوقت في محلات ممكن تعمل اوكازيون بصفه فرديه، لانه في محلات عندي من عدم في الكساد. يعني لو رفضت الدوله ان هي تخلي الاوكازيون في يناير بدل فبراير، ممكن انت كرئيس جمعيه لمنتجي ومصنعي الملابس الجاهزه تعملوا التجربه دي لوحدكم؟ المحلات اللي عايزه تشارك تشارك، تدخل بالاوكازيون، تفتحوا اوكازيون مع نفسكم، ولا هتنتظروا لفبراير؟ لا احنا لا، المحلات قالوا سامعاك يا استاذ يحيى، اتفضل. المحلات، في محلات ابتدت الاوكازيون حاليا بس قليله جدا بصفه فرديه. تمام. انا بقول لك انه المحل او التاجر او الصانع اللي بيلاقي جواز اطلاقا وهو في ازمه، بيدفع اجور عمال، بيدفع كهرباء، وبيدفع ايجارات، وبيدفع الى اخره، فبيستعجل الاوكازيون حتى يروج للبضاعه ويدخل له سيوله. دي هتتراوح يعني في خلال اسبوع، ثلاث اسبوعين، ثلاث، يعني على بدايه هنلاقي انتشار الاوكازيونات في المحلات. لكن الاوكازيون الرسمي الذي تقرره الدوله هي قد بتقرره في فبراير، فاحنا بنطالب بيه انه يكون في منتصف يناير حتى يكون في مساحه اكبر للبيع والشراء. تمام، انا بشكرك شكرا جزيلا استاذ يحيى الزنانيري، رئيس جمعيه منتجي ومصنعي الملابس الجاهزه. طيب نروح للخبر الثالث النهارده، وخبر حلو بصراحه.